فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يقول إنه في الوقت المعاصر لوجود المكيفات والمراوح في المساجد فلا حاجة للإبراد، فهل قوله هذا صحيح؟ لا، ما هو صحيح، لأن الطريقة إذا طلعوا للشمس ووهج الشمس والرمضة في الأرض، ما هو بالكلام على المسجد فقط. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.